أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. أثارت تصريحات العميد طارق الجوهري المسؤول السابق عن تأمين منزل الرئيس محمد مرسي حول ما وصفه بتهاون وتقصير بعض عناصر قوة حماية منزل الرئيس خلال أحداث قصر الاتحادية. أثارت هذه التصريحات حالة من الجدل وأعادت الحديث عن إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية إلى الواجهة. العميد طارق الجوهري والذي يقول إنه أحيل للتقاعد بسبب كشفه عن تقصير أفراد قوة الحماية يؤكد أيضا أن هناك قيادات في الوزارة لا زالت تدين بالولاء للرئيس السابق حسني مبارك ولرموز نظام حكمه. وفي هذه الفقرة سنلتقي بالعميد طارق الجوهري ليروي لنا قصة محاولات اقتحام منزل الرئيس أثناء توليه مهام تأمينه، كما يكشف لنا عن أسباب إحالته للتقاعد قبل بلوغه السن القانونية. سيادة العميد أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. سيادة العميد، أولا ما أسباب إحالتك للتقاعد في هذه المرة؟ لأن كان في حادثة إحالة تقاعد قبل ذلك تقريبا في عام 2009. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا خريج كلية الشرطة سنة 1983، التحقت بالأمن المركزي طوال فترة خدمتي لحد ما اتهمت بمخالطة من هم دون المستوى. و يعني ايه اتهمت بمخالطة من هم دون المستوى؟ تسهيل صف المواطن ومخالطة من هم دون المستوى، ولكن الحكم المحكمة معذرة، تسهيل ايه يا فندم؟ تسهيل سفر مواطن. سفر مواطن لكن المواطن نفسه ما اتهمنيش بكده، ف يعني التهمة رست على ان مخالطة من هم دون المستوى. كده بتتكلم على حالة تقاعد 2009. المرة الأولى. عشان ارتب بس المرة الأولى لحكم العودة 2009. فجبت حكم محكمة قضاء الإداري بإلغاء الإحالة للمعاش وما ترتب عليها من آثار، وتقدمت بها الصيغة التنفيذية للوزارة في عهد اللواء حبيب العدلي، وما كانوش بينفذوا أي أحكام قضائية، وكنا تقريبا 33 ضابط كلنا معانا أحكام قضائية بالعودة، كل واحد أحيل للمعاش بطريقة مختلفة عن الآخر، لكن الإحالة للمعاش بقرار استثنائي غير الوضع حاليا، لأنه كان بيديك جزء من المرتب، أنا أعتقد أنه كان 400 جنيه تقريبا، ومحروم من المستشفى، محروم من الأندية، محروم من حاجات كتير، ووضعك مش مفهوم يعني. فأخذت حكم واضح وصريح من محكمة القضاء الإداري بالعودة للعمل بإلغاء قرار الإحالة وما ترتب عليه من آثار. وأول حاجة عملوها بعد الثورة إن هم بعتوا جابونا درءا للمسؤولية القانونية، لأن طبعا دولة القانون، دولة القانون بعد الثورة كانت دي الكلمة. فهم بسرعة جابونا وقالوا لنا إن إحنا هنعوضكم عن عدم عودتكم في المواعيد اللي المفروض ترجعوا فيها، وده ما كانش بإيدينا. وأول حاجة هنقدر نعملها ونعوضكم بيها إن كل واحد هيشتغل في يعني بالقرب من محل سكنه، وانا بصفتي ساكن في القاهره الجديده عملت بفرقه شرطه القاهره الجديده. كم سنه فندم فصلت بين يعني اتهامك بهذه التهمه واحالتك؟ يعني انا مش فاهم التهمه في الحقيقه، اللي هي يعني الجلوس الى او التباسط الى، انا مش فاهم الجمله بالظبط. وهي برضو تهمه مطاطه، يعني هي معموله في عهد اللي هو حبيب العدلي علشان يتصرفوا بها كما هم عايزين يعني. الجلوس الى من هم دون المستوى، مخالطه من هم دون المستوى. دون المستوى دي المفروض تبقى متعلقه في الوظائف ام في الاخلاق؟ يعني المفروض ان هي طبعا يعني ما تبقاش كده، وتبقى متعلقه باللي هم عليهم احكام ناس مسجله. لكن ايه مخالطة من هم دون المستوى؟ ايه هو المستوى؟ بس لكن ما اشيع وقتها انه كان عدم انضباط، يعني احلت للتقاعد لعدم الانضباط. لا طبعا الكلام ده موجود في ملفي، وما مش هذا الكلام خالص، ولا عدم انضباط، وجايب حكم براءة واضح وصريح، لان برضو البراءة ممكن تبقى لعدم ثبوت ادلة مثلا. فبتبقى براءة يعني ما مش، لكن دي براءة بحيثيات حكم واضحة، وحكم المحكمة ده عنوان الحقيقة يعني مش هنختلف عليه. وبناء عليه عمر القضاء الإداري ما كان هيرجعني بناء على البراءة دي إلا إذا كان شايف صراحة إن الأمر ده، حتى هو في 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 حيثيات حكم القضاء الإداري قال ده لو حتى فرض إن مخالطة من دون المستوى فكان الأمر يحل مجلس تأديب، إيه اللي يخليه يحل بالمعاش بهذا الوضع يعني. وجبت حكم المحكمة وما رجعتش إلا بعد الثورة، وكنت أعتقد إن التقييم بقى هيبقى ليه معايير أخرى وأمور أخرى، لكن واضح إن أنت حتى لو في رأيهم أنت مخطئ فحتى إنك تعاقب على هذا الأمر. طب معذره، كانت كم سنه من اول احاله للتقاعد لحتى يعني العوده مره اخرى الى الخدمه؟
ست سنوات تقريبا. ست سنوات. طب بعد قرار المحكمة، محكمة القضاء الإداري، بأن مع إزالة آثار أو ما ترتب على هذا الحكم، الوزارة عملت معاك إيه؟ هل أعادتك وأعادت لك حقوقك كاملة عن هذه السنوات؟ ولا حقوقي كاملة، ما أنا هقول لحضرتك أهو. المفروض إن المشرع القاضي لما بيقول ما ترتب عليه من آثار، هو يقصد بيه إنه ما يضيعش أي أثر على عليا، يعني ما يعني كان ممكن جدا يقول ان ما يترتب عليه من اثار اعادته لرتبته او، لكن هو بيخشى انه يحدد عشان ما يضيعش عليا اثر من الاثار، اطلقها حتى لا ينسى. لكن هم طبعا وزاره الداخليه خدتها في اداره الفتوى وشؤون الضباط، دخلت الخلاط بتاعهم وخرجت بهو سنتين. طب السنتين دول على اي اساس؟ يعني ايه هو السند القانوني فيها؟ هل حكم المحكمه بتاعي اللي انا راجع بيه بيقول كده؟ ان لان في بعض احكام بتيجي بالفتره، يعني عودته للعمل لمده سنه، فدي واضحه ان حكم المحكمه هو اللي بنص على هذا، او سنتين. لكن انا مش عارف ايه هو السند، هل في قانون موجود عندهم بيقول كده وانا ما اعرفوش؟ لكن حتى لو حضرتك تحدثت معاهم هتلاقي ان نهايه الحديث هو كده، دي سياسه الوزاره. يعني سيادتك دلوقتي بتربط يا فندم بين ان عودتك للخدمه لم يمر عليها عامان الا وقد تم حالتك للتقاعد مره اخرى. انا ما حدش بلغني بحاجه وما حدش فهمني لحد الان انا خرجت ليه، لكن من كتر كلامي مع الضباط او ايه الوضع او تتوقعوا ايه او ليه، جبت حكم المحكمه قالوا لي اصل يبقى انت اكيد حكم المحكمه بتاعك مكتوب في كده، جبت حكم المحكمه تاني وشفته لقيته ما فيهوش اي حاجه فيها تدل على سنه او سنتين. طيب هقول لحضرتك دليل على التعسف والتعنت. لو اني مفروض ارجع بحكم المحكمه سنة 2008 أو 2009 ولم يقم اللواء حبيب العدلي بعودتي للعمل، وجيت رجعت بعد الثورة، مين اللي يتحمل هذه السنوات في الرتبة؟ يعني أنا ولا هم؟ مين المسؤول؟ يعني هل أنا أحاسب على إن هم اللي ما رجعونيش ومع ذلك عملوا معايا كده وقالوا لي رتبتك؟ طب أنا مالي؟ ما أنا لو كنت رجعت في معادي بالصيغة التنفيذية في توقيتها كنت أخدت رتبتي مع زملائي. إيه اللي يخليني أعيد تاني من أول وجديد ومش أنا السبب؟ يعني لا منطق بيقول كده، لا هو انسان بيقول كده، ولا في حاجه خالص. ومع ذلك اجبروني على هذا وقالوا لي هو انت اللي تقضي السنتين عقيد وبعد كده أنا. طب وانا اللي تسببت في تاخير رتبتي؟ انا ليا دور في هذا الامر؟ هو كده دائما ابدا هتنتهي الحديث بهو كده، لاني لا في حاجه قانونيه بتقول كده، ولا في لوائح بتقول كده، ولا في حقوق دستوريه بتقول كده. طيب فندم، في يعني في نشرات دائما يعني يصدر فيها قرارات الاحاله للتقاعد بدون اي اسباب، يعني هذا اعتقد هو معهود عليه او معروف في جهاز الشرطه، هل انت وحدك الذي احلت للتقاعد في هذه النشره؟ انا سالت طبعا العمليات اللي بلغتني بالقرار، قلت لهم في حد معايا في القرار؟ قالوا لي لا. انا ما اطلعتش على النشره، لكن انا سالتهم تحديدا في حد على مستوى مديريه امن القاهره غيري في يعني جايه فيها اسماء اخرين؟ قالوا لي لا ما فيش غيرك. طب انا يعني لم اترك ليه للحركه العامه؟ لو انا نفرض حتى ان هم في رايهم ان انا لا استحق اكتر من هذا، وده رايهم، وده انا طبعا هلجا للقضاء ان شاء الله، ويعني وهينصفني كما انصفني اول مره، لكن نفرض، طب ليه ما تركتش الحركه العامه؟ ايه سنتين يعني فين اساسها؟ انا مش قادر افهم يعني اساسها جه منين؟ مش اي حاجه ليها اساس؟ اي حاجه ليها اساس؟ طب اساسها ايه؟ لا حكم محكمة بيقول كده، ولا في قانون بيقول كده، ولا في حاجة خالص. خلاص خليني كنت للحركة العامة وخرجني في الحركة العامة. طيب فندم، احنا لو اطلقنا على هذا انه اضطهاد نتيجة الموقف الذي تحدثت فيه والذي حدث منذ الجولة الأولى لانتخابات رئاسة، حين كنت مخولا بحراسة منزل الفريق أحمد شفيق أثناء انتخابات الجولة الثانية، ويعني تعقيبك على أنك لا تريد أن تقوم بالحراسة حول هذا المنزل وتود بالانتقال للحراسة المنافس الآخر وهو الدكتور محمد مرسي، ربما يكون هذا سبباً ولا إيه؟ ما هو أنا أظن هذا، ما أنا برضو مشكلتي إن أنا مش عارف، ما فيش حد بيوجه يعني بيقول لي حاجة، ما فيش حد بيرد عليا. هل هو مسلسل بقى، مش مجرد الموضوع في فريق شفيق بقى، مسلسل. هل المذكرة اللي أنا تقدمت بيها للحرس ليها علاقة بالأمر؟ طب احكي لنا يا فندم القصة دي من أول موضوع توليك حراسة المنافسين أو منزل المنافسين في هذه الانتخابات الرئاسية. طبعا انا يعني ميولي للثوره كانت واضحه وصريحه وما كنتش هقدر انكرها، ولا لاني انا عادت للحياه وعادت لي وضعي وعادت لي مكانتي وعادت لي مرتبي وعادت لي كل حاجه، فهي بالنسبه لي قبله الحياه، فما كنتش هقدر يعني اكفر بيها تحت اي بند. فانا طبعا راجع شغلي مقبل واغلب الضباط منكسره، انا مستبشر بالثوره، هم ساخطين، فطبعا يعني كان في فجوه ما بيني وما بينهم، وان كانت زادت بقى في الفتره بتاعت حراسه منزل الفريق شفيق.
لاني ساعتها انا قلت رايي، مش حتى ما قلتش ان انا بأؤيد او دعم، قلت رايي ان ما اعلن قبل لجنه العليا للانتخابات انه دي اساس ان في قانون انتخابات، وان قانون الانتخابات ده بيخلي القاضي بيدي كل واحد، كنت مجرد بقول رايي، فاخذ علي هذا، يبقى لان كله في اتجاه الفريق شفيق، فازاي انا اقول هذا الكلام؟ وابتديت اتعرض لبعض المضايقات ملهاش علاقه برضو، يعني ايام ايام انت بالظبط في الاسبوع المحصور ما بين اعلان الدكتور مرسي لنفسه رئيسا وما بين ما اعلنت اللجنه العليا للانتخابات الدكتور مرسي رئيسا، ايا كان بقى الفتره دي محصوره كانت 5 ايام 6 ايام ما بينهم. و طلبت بعد المضايقات اللي ابتدت تحصل ان انا انتقل لخدمه الدكتور مرسي، وتصادف قبل ان يصبح رئيسا. لا هي تصادف انه مع اول يوم، يعني تصادف ان انا ما تحملتش مع اول يوم ما تحملتش بعد اعلان النتيجه نفسه اعلان النتيجه، لاني ابتدت تجيلي تليفونات الساعه 2 مثلا ونص، تليفونات ان الحرس تحرك، مصطفى استاذ مصطفى بكري اعلن ان الحرس تحرك لمنزل الفريق شفيق، وجالي برضه اتصال تليفوني من واحد صديق ليا يعني زوجته تعمل في التلفزيون ان تم اخلاء الدور احد الادوار في التلفزيون للفريق شفيق عشان يعلن فيه. ف الكلام ده طبعا يعني اتصلت وقلت الامور قد تصل الى ما يعني لاكثر من مضايقات، فطلبت ان انا انتقل لمنزل الدكتور مرسي، فانتقلت في اللحظه اللي هم كانوا بيعلنوا فيها النتيجه، وفرحت يعني فرحت مع اللي موجودين وعبرت عن فرحتي ساعتها امام منزله، وطبعا كل الكلام ده في وجود الضباط، فخلقت الفجوه الاكبر. بالاضافه بقى طبعا لان انا يعني كنت بنزل كل يوم اروح شغلي، وانا شايف الاعلام بيصور ان الرئيس انهار. مبدئيا يا فندم احب بس ان احيط علما لحضرتك وللمشاهدين ان احنا اتصلنا حاليا بمسؤول الاعلام بوزاره الداخليه العميد علاء محمود، واشار انه سيرد على بعض النقاط في حال يعني وجد داعيا للرد. تمام. أن هم الآن لم يجدوا أي داعي للرد. تمام. لكن في الوقت المناسب سيردوا على النقاط التي تحتاج إلى رد. خلينا نكمل الكلام. تفضل يا فندم. طيب هو السؤال هنا، يعني حضرتك أحلت للتقاعد في هذه النشرة في شهر مارس اللي فات. 2/3. 2/3. يعني لو كان يعني لو كنت بتعلل حالتك للتقاعد بناء على هذا الموقف الذي حدث أثناء انتخابات الرئاسة في الجولة الثانية بين الفريق شفيق والدكتور مرسي قبل أن يصبح رئيس الجمهورية، لا ما علقش على يعني ما أنا بعلق بعض على الناس تحدثت على يوم أصل الاتحادية، واقعة يوم أصل الاتحادية، لأن هي دي الواقعة اللي كان فيها تصعيد، لأني أنا نزلت الخدمة الساعة 8 وكانت كل الأمور بتصور إن خلاص الرئيس انهار وإن الشرطة انسحبت، فنزلت لقيت تجرؤ غير عادي من السادة الضباط سواء رتب أصغر مني من وإحنا نازلين خدمة منزل الرئيس، وكان الكلام فيه تجاوزات غير عاديه، ومع ذلك برضو قلت ربما يكونوا ضباط صغيرين، ومش معين كان التجاوز زي ايه يعني. هل ممكن تذكر طبعا هو الراجل القاتل بتاعك اللي قتل 12 واحد على الجهاز اهو، طبعا انا معايا جهاز ونازل بيه من بيتنا يعني فشايف يعني عارف ايه اللي بيحصل ومتابعها. قصدهم على الراجل مين اللي قتل 12 واحد؟ رئيس مرسي. هو رئيس مرسي كان بيكلمكم على الجهاز ولا صوته بيوصل؟ طبعا تعليماته يعني تسببت او الاخوان او شيء من هذا القبيل ان في 12 قتلوا امام قصر الاتحاديه. وواحد تاني مش هو ده الرئيس بتاعك اللي حرق القاهره الحرير القاهره الاول، فقلت له ايه علاقه الدكتور مرسي بحرير القاهره الاول؟ فلقيت كلام اي نوع من انواع يعني في تجرؤ استفزازي وتجرؤ وبتاع. وكان هو دايما برضه في حوارات بيني وبينهم يعني بس عمرها ما وصلت لمرحله التجرؤ يعني، لحد ما جه احد المسؤولين، وطبعا رحت التزمت وقعدت مع القيادات الامنيه، وفوجئت باحد المسؤولين جاي نازل بعربيته، نازل بقى بيوجه افظع السباب للرئيس، ابن وابن وابن وابن، ده مصيره السجون كلها نص ساعه. مسؤول في الداخليه؟ وهيبقى في السجن. حضرتك صرحت باسمه قبل كده او ممكن تصرح باسمه ولا ايه؟ لا. فهو انا هو مسؤول قطاع ولا مسؤول ايه ولا مسؤول مباحث؟ اعلى منك رتبه يا فندم؟ لا. بس برضو ما انا سئلت هذا السؤال، انا ليه ما خدش اجراء؟ انا هقول لحضرتك انا ليه ما خدش اجراء، لان في قيادات امنيه كانت موجوده معايا 2 أقدم مني. وفي عرف موجود ان لا يمكن واحد يتجاوز، اذا كنا رتب مختلفه فلو حد يتجاوز المسؤول عن ان يتصرف او يتصدى لهذا التجاوز هو الرتبه الاقدم، والا هنبقى. طب الرتبه الاقدم عملت ايه؟ لم تحرك ساكن، سابته يوجه كل السباب
وطبعا نتج عن سبابه ده الرئيس. ان انا فوجئت بان الضابط اللي هو مسؤول عن كمين ما بين السبعين والتسعين، طبعا بعد ما استمع لمسؤول بقى بيعمل كده، لقيته جاي بيقول الناس عماله تعدي عليا وبتقول لي انت لسه بتحمي الراجل ده. فقلت لهم انا لموا، احنا لا بنحميه ولا حاجه، لموا بس مجموعه كويسه كده وتعالوا واطلعوا جيبوه من فوق. وابتديت بقى هتبدا تداعيات اكتر، فاتصلت بالحرس الخاص بالسيد رئيس الجمهوريه واخترته ان الموقف سيء جدا وان الضباط بتتجاوز والسباب رهيب جدا تحت البيت، وان انا يعني المره دي مختلفه عن كل مره، وان الامر يعني انا بستشعر الخطر. فكلمني وقال لي اكتب هذا الكلام في مذكره وانا هقول لك الطريقه اللي هاخد بيها منك المذكره، وما حدش ما تسالنيش حضرتك تقول لي طب ما يعني ما اعلنش ليه في حينها، لان قد يكون للرئاسه راي اخر، قد تكون شايفه ان من الحكمه انها هتفسد التحقيقات لو اعلنت عن مذكرتي، قد تكون شايفه اي صوره، او انا ما اقدرش اعرف. لكن انا دوري عملته، قدمت المذكره كما طلبت مني بالتوقيتات بالاسماء. طلبت منك من وزير الداخليه وقتها؟ من الحرس الخاص بالسيد الحرس الخاص. طيب هل وصلت هذه المذكره بعد ذلك الى القيادات ووصلت الى وزير الداخليه مثلا؟ الله اعلم. هل تعقبتها؟ لا طبعا، عشان كده بقول لحضرتك انا ما تعقبتهاش، لاني مش من حقي اتعقبها. انا خلاص قمت وقدمت المذكره وكتبت فيها كل شيء، وهتعقبها ازاي؟ ومش وفي حرج ان انا اسال اقول له انت يعني ما اقدرش اقول له. وزيرك وقتها كان وزير الداخليه اللواء احمد جمال الدين. طب يعني بعد كده تم يعني اقاله اللواء احمد جمال الدين عن منصبه كوزير الداخلية، هل تعتقد أن السبب في إقالته كان يوم الاتحادية وما حدث هذا مثلا؟ الله أعلم، بس طبعا أنا زي حضرتك زي كل المشاهدين يعني برقب الأحداث وبشاهدها وبحاول أحلل، لكن أنا الله أعلم. لكن هو طبعا كانت كل مرة الإعلام بيحاول يصور فيها أن الرئيس بينهار، كنت لما باجي أنزل الخدمة ألاقي أن الإيحاء لوحده ما كانش برضو بيوصل الأمور للتجرؤ، أو تحس أن المجموعة اللي حواليك عندها ضوء أخضر بين الامر انتهى. لكن اليوم ده الانسحاب كان شيء ملموس بقى، يعني ما كانش مجرد ايحاء من الاعلام، كان في شيء اوريدي حصل ملموس، الشرطه انسحبت وابتدت القنوات تمدح بقوه. بس استاذ حميد يعني كان متداول، حتى مؤسسه الرئاسه ردت وقوى الموالاه للرئيس ذكرت ان هذه تعليمات الرئيس بانسحاب الشرطه حتى لا تصطدم بالمتظاهرين حول قصر الاتحاديه وتسيل الدماء في الشوارع. حتى لو كانت حتى الحرس الجمهوري نفسه دخل القصر. حتى لو كانت تعليمات، انا يعني ماليش علاقه اذا كانت تعليمات او غير تعليمات، انا لي دعوه ان الصوره اوحت للجميع ان الامر ينتهي. بينتهي. الضباط متقوقعه، القيادات متقوقعه عند بيته، الضباط الصغيره واقفه بتقول اللي هي عايزاه. فانا ماليش علاقه، قد يكون فعلا قرار الرئيس، ولكن انا ليا دعوه ان القرار ده سواء من الرئيس او من غير الرئيس او من غير السيد الرئيس هو نتج عنه هذه التصرفات. طب حضرتك بتعلل وتبرر احالتك للتقاعد وقرار احالتك للتقاعد بانه معلق على احداث الاتحاديه اللي حضرتك حكيت عنها دلوقتي، في حين ان ظاهر الامر بيقول انك كنت نصير للدكتور مرسي اللي هو رئيس الجمهوريه، وانك كشفت تقصير لضباط مكلفين بحمايه منزل الرئيس المفروض ما يبقى لهمش توجه في كره او حب، يبقى المفروض كنت تكرم. يعني ازاي يعني الناس ما فيش ربط بينهم للاسف، لان العلاقه مباشره هنا قيل لي ان الرئيس لا يعلم بما حدث، وقصر الرئاسه طلبت فيه بعد يومين من الاقاله او الاحاله للمعاش عشان يبقى الواحد دقه في الالفاظ يعني، ورحت وتقابلت مع الساده المستشارين وشرحت لهم الموقف. وانا لغايه هذه اللحظه ما زال اظن ان هذا هو السبب، لاني لا اعلم، لاني برضو مش مقتنع ان موضوع سنتين، لاني مش لاقي حاجه تدل على سنتين. هل هناك اي حاجه بس تدل؟ هل هناك اي مسؤول في مؤسسه الرئاسه اتصل بك؟ ايوه حضرتك، بعد هذه الحادثه. مين؟ بعديها بيومين. لا بعد ان جلسوا معك؟ لا افادوك بشيء يعني؟ لا اطلاقا. طب جلست مع مين قبل ذلك؟ معهم؟ جلست مع سياده المستشار ايمن هدود، اتصل بي سياده المستشار يحيى، وجلست مع المستشار سياده المستشار ايمن هدود وسياده اللواء عماد حسين مستشار رئيس الجمهوريه، وعرضت عليه الموقف وقلت له انا خرجت يا بسبب هذا يا بسبب هذا. فقال لي انا لا اعتقد انه خرجت بسبب ايه او بسبب ايه؟ اما بسبب طبعك المذكره وما فعلته قصر الاتحاديه، واما بسبب السياسات الغريبه اللي مش مفهومه، اللي هو العرف الذي تستنكره، اللي هو اللي حضرتك بتسميه عرف. هو انا مش يعني مش عارف يعني ايه عرف بصراحه. احنا يعني سمعنا ان ده عرف في يعني الداخليه. انا لا اسميه هو. طب هو ده اللي انا هقاتل وراه يعني. يعني ان من عاد بحكم قضائي لا يمر عليه عامان الا اذا هم مش معترفين باحكام قضائيه، ومش معترفين ببراءتي، ومش معترفين بحاجه خالص. احنا عملناها كده ضرا للمسؤوليه، لكن احنا عقيدتنا
عندك ذكرت ان كده بتعاقب عليه مرتين المفروض طبعا حتى لو كانت لو انا في رايكم مخطئ مع ان انا مش مخطئ لان في حكم براءه انهى الموقف وده اللي دي العقيده اللي مش عايزه تتغير في الامن ان هم فوق القضاء وان هم رايهم فوق كل شيء ان في حكم قضائي التزموا بيه بقى. طب هل ستلجأ للقضاء مره اخرى؟ طبعا هو كان المفروض من الاول الجأ للقضاء وانا اخطات فعلا في ان انا يعني يعني صعدت الامر وقد اكون وضعت الرئاسه في حرج او في من هذا القبيل وان انا هو القضاء مسلكي ان شاء الله وهو اللي هيعد لي كل حقوقي باذن الله كما انصفني اول مره. ابناء في وزاره الداخليه او ابناء الداخليه يرفضون هذا المفهوم او هذه العباره تطهير وزاره الداخليه، كيف تراها سياده العميد؟ يرفضون مفهوم تطهير، لا هو برضو حضرتك تطهير الموضوع كله احنا المفروض نتكلم في الامن العام. الامن العام احنا يعني برضو وزاره الداخليه ما فيها ادارات مستقره، فيها ادارات ما حدش تضرر منها، يعني احنا ليه بنخليها كوزاره الداخليه؟ احنا خلينا في الجزء المتعلق بامني وامنك وامن المواطن، خلينا نتكلم في الامن العام. اكيد كلمه تطهير يعني لا يعنيها الا اماكن ومواطن الفساد، يعني كل ما هو صالح هيطهر من ايه؟ ما هو طاهر وصالح. طيب انا اطهر ازاي اذا كان البيت من جوه نفسه مستبد بظباطه؟ لا احنا وزاره عندنا نادي ولا عندنا نقابه ولا طب مش اطهر الاول اغير السياسات الاول؟ اغير كل السياسات، ده تغيير السياسات لوحده هيطهر تلقائي. بس دلوقتي ابناء الداخليه بيثوروا وتظاهروا وتجمعوا في ائتلافات في الداخليه، اعتقد الامر اختلف شويه يعني. الامر اختلف في ايه؟ يعني هل ده ادى الى التطهير يعني؟ ان احنا نقدر نقول ما اداش لحاجه، تغيير السياسات هو اللي هيؤدي الى احساس ان اقتربنا من التطهير، ايه تغيير السياسات؟ نبدا بتطهير بتغيير سياسات الوزاره نفسها وتغيير السياسات الامن العام نفسه، لاني انا فوجئت ان في تصريح علني ان الامن العام هو اقل الادارات مزايا واقلهم حوافز واقلهم رواتب، يعني طب ما دي دعوه صريحه لان للفساد. اتفضلوا عوضوا الفارق ما بينكم وبين الادارات الاخرى عن طريق الاتاوات، عن طريق الرشاوي، عن طريق السحت، عن اي طريق، المهم عوضوا الفارق، وغير بقى ما خلق نوع من الاحقاد ما بين الضباط. كل دي سياسات تتغير السياسات الاول حتى، وبعد كده بقى في خبراء مسؤولين عن التطهير او لكن اغير بس السياسات. هل تغيرت عقيده الداخليه والامن اللي في الشارع اللي بيتعامل مع المتظاهرين؟ تغيرت ازاي وانا واحد من الناس اللي انا متهم بتعذيب مواطن ولا متهم بقتل متظاهرين ولا متهم حاجه وراجع مع الثوره وقلبي مع الثوره وابتديت يعني احاول اغير من هذه العقيده، ومع ذلك لا الكلام ده لم يشفع لي في مد، لم يشفع لي في اي شيء. هل ترى وانت رجل شرطه يعني وتعاملت مع المتظاهرين من قبل وكنت في قوات الامن المركزي في بدايه حياتك كما ذكرت حضرتك، يعني هل تغيرت طريقه التعامل مع المتظاهرين؟ هل ما يقوله المتظاهرون ان الداخليه تعتدي عليهم وتتعامل بعنف معهم هذا صحيح ام لا؟ هو طب حضرتك هو لما يبقى التظاهر ده في يوم من الايام شيء احنا بنقمعه وفجأة يتحول بمستجدات الى شيء مقنن ومفروض اتعامل، مش الكلام ده محتاج دورات تدريبية، مش محتاج ان الضباط تخرج وتاخد فرق بره وناس تيجي خبراء عشان اقدر اغير بقى من طب ده هو فجأة كده ان الدنيا اتغيرت وفجأة لازم تلتزم بحقوق الانسان وفجأة لازم تلتزم؟ بس كنت الضابط مش مدرب على الكلام دوت، هو الضابط ده بني ادم زيه زي غيره، مجرد ما هيتضرب عليه نار هيصاب بحاله هلع، هيحاول ياخد ساتر وهيحاول يضرب من خلال الساتر، ايا كان بقى الطلقات دي هتروح فين، ما هو بني ادم لا ضرب على هذا ولا ادوله مهله انه يتدرب ولا حاجه خالص، فجأة كده يلا وهو كده ولازم تتصرف ولازم ما تقتلش ولازم ما تعملش وفي نفس الوقت احنا هنضغط عليك وهنضربك طب هو يعني شكرا جدا سيادة العميد، وأحب أن يعني أشير مرة أخرى وقبل نهاية هذه الفقرة نحن اتصلنا بمسؤول إعلام بوزارة الداخلية العميد علاء محمود وأشار أنه سيتم الرد على ما قاله سيادة العميد طارق الجهري إذا ما استدعى الأمر ذلك. شكرا لك فندم، جزاك الله خير. أشكركم مشاهدينا الأعزاء، وبعد الفاصل مباشرة سنلتقي الدكتور إيهاب عبد الرحمن قائد فريق بحثي ابتكر محركا لتحويل الطاقة الحرارية إلى كهرباء، كونوا معنا.